الحسن عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي انجبر بشواهد أو اعتبارات أخرى، فأصبح بهذا الاعتبار حسنا ليس لذاته وإنما لغيره. أما الحسن لذاته فهو ما قل عن شروط الصحيح، فهو مقبول في ذاته لكنه لم يصل إلى درجة الحديث الصحيح. يقول الألباني رحمه الله: إن الحسن في مصطلح الترمذي، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن فإنه يريد منه الحسن لغيره، كما ذكر ذلك في كتابه العلل، كما ذكر الترمذي ذلك في كتابه العلل. والحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وقد خلا من الشذوذ والعلة، ما رواه عدل، والعدل يخرج الفاسق، خفيف الضبط يخرج شيئين، من هو عديم الضبط وهذا لا يقبل حديثه. وليس معنى ذلك أن من عنده بعض الأوهام أنه لا يقبل حديثه، لأن الوهم لا يسلم منه أحد، والمراد ما دون خفيف الضبط هو الذي كثرت أوهامه وأغلاطه. الأمر الثاني الذي تخرجه كلمة خفيف الضبط من هو تام الضبط، وهذا أعلى منه، وهذا هو تعريف الحديث الصحيح. فتعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، فهو نفس تعريف الحديث الحسن، اللهم إلا أن الاختلاف في كلمة خفيف الضبط. بسند متصل يخرج المنقطع، وخلا من الشذوذ تخرج هذه الكلمة ما إذا خالف هذا الثقة من هو أوثق منه فيكون شاذا، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، والعلة القادحة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، ولابد أن تكون هذه العلة هي علة قادحة وإلا ما كانت سببا في تضعيف الحديث، لابد أن تكون علة قادحة حتى يكون الحديث ضعيفا.